على سلامتكم الناس الكل، ان شاء الله مولدكم مبروك. مستمعي الحياه فام، اليوم احنا في مجلس نسائي قيرواني بمناسبه المولد النبوي الشريف، ان شاء الله مولدكم مبروك الناس الكل. كما تراو القيروان تحتفل بصفه خاصه بالمولد النبوي الشريف، من الحلويات الى تقصدير النحاس، برشا 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 عادات خاصه في منازل القيروان. اليوم باش نتعرفوا على عده عادات، من بين العادات هذه هو انه النساء يجتمعوا في مجلس نسائي وكل واحدة ذوق الأخرى شنو طيبت وشنو حطت. باش نتعرفوا اليوم في الحلقة هذه على الخصائص وميزة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مدينة القيروان من خلال زيارتنا لعدة منازل، باش ننقلوا لكم الأجواء الاحتفالية الممتازة للمولد النبوي الشريف في مدينة القيروان. عسلامة، مرحبا بكم. كيما كل امرأة قروية قبل المولد بجمعة ب 15 يوم ناخذوا الحاسنة نقصدروه ونحضروه ان شاء الله باش نطيبوا فيه العصيدة، باش نخدموا فيه مقروض، نحضروا فيه المقروض، نفرحوا برشا بالزيار اللي يجيونا من جميع انحاء تونس. نطيبوا العصيدة البيضة مثلا نهار المولد، نطيبوا عصيدة الزقوق كل قدير وقدره، نعملوا عصيدة جرجلان، نعملوا عصيدة البوفريوة، نعملوا عصيدة فستق، عصيدة تمر. توا ما شاء الله برشا انواع خارجين نتاع العصايد، وكل امراه تبدع في دارها، وكل امراه شنو تحضر، كل امراه وكل قدير وقدره. العصيدة البيضة بطبيعتها معروفة على ديما نحتفلوا بمولد سيدي النبي بالعصيدة البيضة، فما عصيدة الزقوق وزاد كيف نحتفلوا بها ونطيبوها وما شاء الله، معناها هو كيلو عصيدة يعطينا مصلي على النبي، يعطينا قريب 25 صحفة تاكل الناس الكل. كيف توا ولات فما عصيدة الجلجان زاد كيف تعطي كونتيتي كبيرة، عصيدة البوفريوة، التمر، الكل. احنا الصباح عندنا ديما بتبيع كل دار قرويه في القروان بتبيع عندنا المقروض، هذاك الناس الكل بتبيعتها تخدم المقروض، نشري وطمر نتاعنا قبل بجمعه نرحيوه ونحضروه قبل المولد بثلاثه باربع ايام. كل امراه تحضر مصلي على النبي بالقصعه نتاع النحاس، نعملوا قصعه كبيره نتاع مقروض، فما مقروض اللوز، فما مقروض التمر العادي اسمه زيت زيتونه، فما المقروض الابيض، فما ما شاء الله برشا انواع نتاع مقروض، وكل امراه شنو تنجم تحضر في دارها. نفرحوا الكل، تلموا العائلات، دار الخاله، العمه، الجيران، الاحباب، الاصحاب، الانساب، الكل نتلموا في كل مره في دار واحده ونحتفلوا بمولد سيدي النبي، وان شاء الله ينعاد علينا بالهنا وبالمحبه، وان شاء الله ديما ديار القروان عامره، ومرحبا بالناس الكل في القروان. احنا بطبيعتنا في الصباح بطبيعتنا ديما عندنا المقروض والا العصيده، هذاك فطور الصباح. ديما في نصف النهار كيف كيما كل دار نطيبوا مرق دار العرس، نطيبوا كسكسي حمص وزبيب، خاطر ما شاء الله تبدا عندنا الضيف والاحباب الكل ملمومين، معناها مش نطيبوا اي حاجه، نطيبوا حاجه كبيره، حاجه مزيانه، حاجه بنينه، كسكسي حمص وزبيب، نعملوا طاجين بنارين، نعملوا مرق دار العرس، نعملوا كل شيء ما شاء الله. عندنا ديروسات في القروان، عندنا الكفتاجي زاد كيف مصلي على النبي، بطاطا كفتاجي، نعملوا وراتا خبز العربي، نعملوا الخبز العربي قمح والا الشعير نعملوه نبعثوه للكوشه، زد كيف بنا عالميه في خبز القروان بطبيعه معروف هو بارتو. وبالنسبه للمراه القرويه الحره المجديه معناها تعمل خبزتها في دارها، من قبل بليله نحضروا الخبز نتاعنا ونخدموه ونعديو به الكتب، كان كفتيجي كان مرقه كان اللي كتب. اللهم صل على النبي علم القروية في المولد النبوي الشريف. كل عام وانتم حيين بألف ألف ألف خير يا ربي. اليوم حبينا نزوروا مدام صبرة في الدار متاحة، وكيفاش تعدي المولد النبوي الشريف واللمة القروية متاع النساء القرويات، معناها كيفاش يتلموا وشنو يعملوا بالضبط. عسلامة مدام صبرة، مرحبا. عسلامة ومرحبا بكم، نتشرفوا ولمتنا كيما كل عام وكيما العاده، صحابي وحبيبي واخواتي كل عام هكا لازم باش نعملوا لمه، كل وحده تعمل حاجه من الصنعه اللي تخدم فيها، هذا تعمل مقروض معناها من اللي نخدموا فيه الكل، ونعملوا لمه مزيانه
ونبداو فرحانين وملمومين. وكما تعرف المولد معناها في القروان ديما تبارك الله مصلي على النبي، معناها بلاد كامله تبدا حافله، تجينا الزوار نفرحوا بهم، نعطيهم طيبوا كالعاده العصيده الصبح، العصيده البيضه من بعد، العصيده نتاع الزقوق والحلو. تبدا الدنيا معناها حافله عامره مصلي على النبي، ضحكه نضحكوا نلعبوا، شوارعنا تبدا مليانه تبدا مزيانه. وإن شاء الله كل عام والإقبال مدام صبر على الحلويات، فما إقبال كبير فما هاري. والله فما صدقني، معناها احنا معناها توا معناها انا معاكم والخدمة تستنى فينا وسلعتنا وانا يلزمها الكمانديت، معناها يلزمنا تخرج قبل المولد ماك تعرف، معناها خاطر بعد العباد تاخو كونجيها تمشي تخرج، فهمت؟ تبارك الله فما بقلاوة المقروض حتى الغريبة، معناها انا واحدة من الناس السنات تبارك الله طلبوني في الغريبة، معناها نورمالمو انا قلت ديما في العياد الغريبة، المقروض اصحابي رباب يمنى مدام امنا كنا تبارك الله نخدموا الحمد لله يا ربي، وفي نفس الوقت نخدموا لكن ما ننساوش فرحه المولد وكل احتفالات نتاعنا نحتفلوا، تلقانا منا ومنا معناها ديما ديما كل عام لازم باش نعملوا هلا. نخرجوا مدام صابره تحوسوا في المولد والله اجا نقول لك نخرجوا بعد ما تفضى الدنيا، خاطر ديما المولد البراينيه معناها هما الاكثريه مصلي على النبي، معناها نخليو لهم هما يجي وخطر من البعيد وتبدا الدنيا مليانه وتبدا معناها ديما نحن مالي البلاد تفضى الدنيا هكا شويه، يا اما قبل المولد بيامات ولا نهار المولد العشيه، هذيك قلتنا خطر ما نلقاوش الحقيقه. تبارك الله مرحبا بهم ويشرفونا وينورونا هما اللي تبارك الله يملاو البلاد، مرحبا بهم ونحن بطبيعتنا باش نخدموا على رواحنا ونحضروا سلعتنا ونحضروا خدمتنا واللهم صلي على النبي، ان شاء الله كل عام وحنا حيين بخير، وان شاء الله يا ربي مبروك علينا وعلى الامه الاسلاميه الكل يا ربي، وان شاء الله ديما حافلين وديما ونحن بصراحه في القروان بالحق معناها اعيادنا ديما متميزه في المولد بالاخص، معناها الناس الكل ريحته تفوح من قبل بجمعه وتبتقاها ريحته فاوحه ونبداو فرحانين به، معناها نبداو نستناو فيه ونفرحوا بزوارنا ونخليو لهم هما تبارك الله البلاد تبدا مزينه محضره باش هما يجيونا ياخذوا فكره ياخذوا فكره اي بالطبيعه هما يجيو باش اكثر حاجه معناها هما ياسر يحبوا المقروض نتاع القروان، يحبوا النحاس نتاع القروان، يجيو باش ياخذوا باش يشريوا يذوقوا من الحلونه ومن كل شيء معناها. صحه يعيشك عيشك. مرحبا بزوار مدينة القيروان في ذكرى المولد النبوي الشريف، نورتونا وشرفتونا الناس الكل، فقط نحب نذكر بضرورة احترام الإجراءات والبروتوكول الصحي، التباعد قدر الإمكان، لبس لي ماسك وردوا بيكم على رواحكم، ربي يحميكم الناس الكل، ربي يحمي القيروان وتونس الكل. مازلنا احنا في المجلس النسائي القيرواني باش نمشيو مع مدام ربيب باش نعرفوا شنو اهم المشتريات والا الحاجات اللي تشريهم بصفه خاصه بمناسبه المولد النبوي الشريف. مدام ربيب مرحبا. عسلامة، مرحبا بكم في القيروان، شرفتونا ونورتونا. بالنسبه للنهار الصباح نشريو الجبه الحايك مطروزه، نلبسوها بعد ما نطيبوا عصيدتنا ونزينوها ونفرحوا بزوارنا، يجيونا الحبيب والاصحاب من كل البلدان، من تونس عندي حبيبي واصحابي، نحضر لهم الزربيه متاعنا القرويه العلوشه الكلاتوسه، يبداو يوصي فيا ويعاودوا، انا اختار لهم الزرابي المزيانين نحضرهم، هم نحضروا نحاسنا زاده، ناخذوا نحاس من السوق، نختاروا الكعبات المزيانين نحضروهم ونحضروا مقروبنا زاده الزمني نطيبوا من الصباح باش ياكلوا، بعد فطور الصباح نحضر مقروب ياكلوا، ومن بعد نحضروا فطورنا نص النهار ونفرحوا بهم احسن ترحيب. يظهر لي دورة اقتصادية دور بالكدا في المولد النبوي الشريف من خلال الزوار اللي يجيو، ومعناها تهزهم انت للاماكن لي بون بلون خلينا نقولوا باش يشريوا معناها المشتريات نتاعهم. بالطبيعة نفرحوا بهم نهزوهم لسوق النحاس يشريوا نحاس ونهزوهم زاد البلاد العربي ونهزوهم للي يبيعوا في الحايك والجبايب نتاعنا القروية المطروزة ونهزوهم للجامع الكبير وصاحب الجاه زادا يزوروه، لازم هذيك كل ما يجيوا من بلاد أخرى نهزوهم نفرحوا بيهم، لازم صاحب الجاه وجامع الكبير لازم الزيارة هذيك. وشنو هو الانطباعات نتاعهم؟
كونوا فرحانين برشا وكان يبقوا يقعدوا في القروان كل ديما نفرحوا بيهم. ان شاء الله مرحبا بيهم وان شاء الله ديما منورين القروان احسن تنوير وان شاء الله ديما زي القروان وان شاء الله تتجلى علينا الغمة ونتفرهدوا وتكون من حسن إلى أحسن. شكرا ليك مدام ربيب. مازلنا احنا مواصلين في اللمة القروية نحكي على المناسبات المولد النبوي الشريف. صحيح في دورة اقتصادية معناها تتحرك بالقديف فيها ضيف يجيونا مرحبا بيهم الكل يا ربي من وين ما يجيونا معناها، ولكن زيدا هو رمز للفرحة. باش تحكي لنا مدام ايمنا كيفاش بالضبط شنو نجمو نعملو فيه وشنو المناسبات اللي هي تتميز بها المولد النبوي الشريف؟ ما عندناش حاجة بركة، معنا برشا حاجات برشا أفراحنا في المولد النبوي الشريف نحتفلوا به، معناها عندنا فيها عروسات نحتفلوا بها، عندنا ناس تعمل فيه تطهير صغيراتها، في ناس زادة تعمل فيه خطوبة، يعملوا فيه صداقات، يعملوا فيه برشا حاجات، فيه برشا فرحة. المواسم. أي فيه المواسم زادة، فيه برشا برشا فرحة هذيك المواسم في كل عيد، لكن بصراحة في المولد معناها حاجة خاصة برشا. حاجة شو أهم برشا. حاجة يهزها الخطيب الخطيبته في المولد مثلا؟ أهم حاجة النحاس، عند هنا في قروان أهم حاجة النحاس، ومش كان القراوة وليت النحاس، وليت معناها الناس الكل خذيتها الفكرة هذه، خذيتها وليت برشا عباد يجيو من بلايص أخرى، حتى أبار تونس خلاف تونس زاد يجيو حتى من المغرب العربي، راهم يجيو من مصر، راهم يجيو من بلايص أخرى باش يجيو للقروان، خاطر راهو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف راهو تحتفل به الناس الكل، لكن في القروان خاصة عنده نكهة خاصة به، عنده نكهة بالحق، عنده نكهة خاصة في بالنسبة كجو كاحتفال كخدمة ككل شيء، فيه راي جو خاص. ولو برشا ناس يجيو لهنا حتى من بلدان أخرى يجيو، راهم للمقروض متاعنا سيرتو للمقروضة، يجيو راهم يشريو المقروض بالذمة وياخذوا النحاس وياخذوا الحايك وياخذوا برشا حاجات من هنا بالقروان بالحق، معناها هذه فرصة بالحق للقروان باش تحيا. والحمد لله عنا توا عامين ما عملناش حتى شيء، والحقيقة معنا عامين تعداو، إن شاء الله ربي الله لا يعيدهم علينا، إن شاء الله الله لا يعيدهم علينا، إن شاء الله السنين الجاية خير من اللي تعدى، وإن شاء الله يا ربي. والصلاة عليه هزوا البنادر يا فوق راسي، والصلاة عليه